أيها الإخوة في الله، يقول جل وعلا: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. أيوب عليه السلام نبي من أنبياء الله، كان صاحب مال وأهل وولد وعشيرة وصحة وعافية، فأراد الله أن يبتليه فسلب منه كل ما أعطاه، ولبث في هذا البلاء 18 عاما، رفضه فيها القريب والبعيد إلا رجلان من إخوانه كانا يغدوان عليه ويروحان. فقال أحدهما لصاحبه ذات يوم: تعلم والله لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين. فقال له صاحبه: وما ذاك؟ قال: منذ 18 عاما لم يرحمه الله فيكشف ما به، فلما راح إلى أيوب لم يصبر الرجل حتى ذكر له ذلك الحديث. فقال أيوب عليه السلام: لا أدري ما تقولان، غير أن الله تعالى يعلم أني كنت أمر بالرجلين يتنازعان فيذكران الله، فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما كراهية أن يذكر الله إلا في الحق. فلما انصرف أصابه الضيق مما قال، فنادى ربه متضرعا: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ثم خرج عليه السلام لقضاء حاجته، وبينما هو كذلك إذ أوحى الله إليه أن اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. فلما استبطأته زوجته خرجت لتنظر، فإذا هو قد أقبل عليها، قد أذهب الله ما به من البلاء، وهو في أحسن حال وأكمل صورة. فلما رأته قالت: أي بارك الله فيك، هل رأيت نبي الله هذا المبتلى؟ والله ما رأيت أشبه منك به لما كان صحيحا. فقال عليه السلام: إني أنا هو. ثم بعث الله تعالى سحابتين فأفرغتا في إناءين له الذهب والفضة حتى فاضا. وهكذا أيها الإخوة، من الله عليه مرة أخرى بالصحة والعافية، ورزقه بالمال والولد بعد طول عناء وصبر، حتى كان مضرب المثل في الصبر عليه السلام 18 عاما وهو يجاهد المرض وفقدان الأهل والولد والصديق والمال. ثم كانت العاقبة من الله جل وعلا كأحسن ما تكون. يقول الله جل وعلا: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. ومن أروع أمثلة الصبر أيضا على البلاء أيها الإخوة ما رواه هشام بن عروة، قال: إن أباه خرج إلى الوليد بن عبد الملك حتى إذا كان بوادي القرى وجد في رجله ألما، ثم ظهرت بها القرحة، ثم ترقى به الوجع حتى لم يعد يستطيع المشي. فلما قدم على الوليد قدم وهو محمول، فقال له الوليد: يا أبا عبد الله، اقطعها فإني أخاف أن تزيد. فقال له عروة بن مسعود: دونك، فاقطعها. فدعا الوليد بالطبيب وقال له: اشرب المرقد أي المخدر. فأبى وقال: إني سأقرأ القرآن، فإذا رأيتم وجهي قد احمر فدونكم فاقطعوها. ثم شرع في القراءة، فلما رأوا وجهه قد احمر قطعوها، فما زاد على أن قال: حس، وهي كلمة توجع. فقال الوليد: ما رأيت شيخا قط أصبر من هذا. وفي رحلته تلك أيضا فقد عروة رحمه الله
ابنه محمدا ركضته بغلة في إسطبل فمات لساعته ولم يسمع منه شكوى واحدة. فلما قفل راجعا قال لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ثم قال اللهم كان لي 7 من الولد فأخذت واحدة وأبقيت لي 6 وكانت لي أطراف 4 فأخذت طرفا وأبقيت 3 ولئن ابتليت فلقد عافيت ولئن أخذت فلطالما قد أعطيت. ولم يزد على ذلك بكلمة واحدة. وهكذا بكل سهولة يتعامل عروة رضي الله عنه مع المصيبة تعامل المؤمنين الكبار بكل طمأنينة وسكينة وصبر وتسليم لقدر الله في صورة عجيبة بليغة. أيها الإخوة، إن الابتلاءات هي قدر الله الغالب وهي أمره النافذ. فالدنيا دار متى ما أضحكت في يومها أبكت غدا، كم نرى فيها من شاكين وكم نسمع فيها عن متبرمين. هموم وغموم وأحزان وآلام، آمال تخيب وأمان تضيع وشكاوى توجع، نقص في النفس والأهل والولد والمال، ونقص في الرزق والكسب، ونقص في الثمر، خوف وجوع ومرض وأحوال وأحداث. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. أيها الإخوة، من العجائب والغرائب أن يظن ظان أن دنياه ستصفو له أو ستسلم له قيادها أبد الدهر. إن سرور الدنيا أحلام نوم أو ظل زائل، فهي كما تضحك تبكي وكما تسر تسوء، ولئن متعت قليلا فلطالما منعت طويلا، وما ملأت بيتا سرورا إلا خبأت له يوما شرورا. جاء في بعض الأخبار أن ذا القرنين لما رجع من مشارق الأرض ومغاربها وبلغ أرض بابل مرض مرضا شديدا، فلما أشفق أن يموت وخاف على أمه أن تجزع عليه كتب إليها كتابا يقول فيه: يا أماه اصنعي طعاما واجمعي من قدرت عليه، ولا يأكل من طعامك من أصيب بمصيبة. فلما وصل كتابه إليها صنعت طعاما وجمعت الناس وقالت: لا يأكل من هذا الطعام من أصيب بمصيبة. فلم يتقدم ولم يأكل أحد من ذلك الطعام شيئا، فعلمت الأم ما أراد ذو القرنين، فقالت: من يبلغك عني أنك وعظتني فاتعظت وعزيتني فتعزيت، فعليك السلام مني حيا وميتا. يقول أبو العتاهية: اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلدي. أوما ترى أن المصائب جمة، وترى المنية للعباد بمرصدي، من لم يصب ممن ترى بمصيبة، هذا سبيل لست عنه بأوحدي. فالابتلاءات تتنوع والفتن تتلون، ويبتلى الناس بالمتضادات والمتباينات. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وإلينا ترجعون. قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. لذلك حين تستحكم الأزمات وتترادف الضوائق فلا مخرج إلا بالثبات والصبر. إن المؤمن الذي يعرف حقيقة دنياه يوطن نفسه على احتمال المكاره ومواجهة الأعباء مهما ثقلت، وهو في كل ذلك يحسن الظن بربه ويؤمل جميل العواقب وكريم العوائد، بقلب لا تشوبه ريبة ونفس لا تزعزعها كربة. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. قال وهب بن منبه رحمه الله: كان عيسى بن مريم عليه السلام يقول: بحق أقول لكم إن أشدكم حبا للدنيا أشدكم جزعا على المصيبة. أيها الإخوة،
كيف يجزع المؤمن وقد جاء في صحيح البخاري ومسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام أحمد: عجبت للمؤمن إن الله عز وجل لا يقضي له قضاء إلا كان خيرا له. نعم، كيف يجزع المؤمن وقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. تقول أم سلمة رضي الله عنها: فلما توفي أبو سلمة قلت في نفسي: من خير من أبي سلمة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ثم عزم الله لي فقلتها كما سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخلف الله لي برسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجته بدلا عن أبي سلمة. إن الصبر على المصيبة مما تمتحن به عقول الرجال وتظهر فيه معادن العظماء، فأثقال الحياة ومصائبها لا يطيق حملها الضعاف المهازيل، ولا ينهض بأعبائها إلا الصابرون الكبار أولو العزم وأصحاب الهمم. أيها الإخوة، جاء في الحديث: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على حسب دينه. يقول الله جل وعلا: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. قالها على لسان يعقوب عليه السلام، ذلك الذي فقد يوسف ثم تبعه أخوه ثم فقد بصره وبقي في ذلك الألم والمرض والعناء سنين طويلة. يقول بعض أهل التاريخ أن يعقوب فقد يوسف عليهما السلام أكثر من 80 عاما، ثم بعد ذلك يقول بعد كل تلك الأحداث: ولا تيأس من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أيها الإخوة، إن من أعظم ما يخرج به المصابون من مصائبهم أنهم يلجؤون إلى الله ويرجعون إلى الله ويتوبون إلى الله ويعيدون الاتصال بالله، الله الذي يفرج الهم ويكشف الكرب ويجبر الكسر ويعظم الأجر. جاء في الحديث الحسن أن الله تعالى يقول لملائكته: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: يا رب حمدك واسترجع، أي على المصيبة. فيقول جل وعلا: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. نعم يا أخي المؤمن، إن هذا البلاء وهذه البأساء تدعوك إلى الله، فهي من الكرامات التي تخرج من رحم الشدائد والابتلاءات. يقول جل وعلا: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ويقول جل وعلا: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، أي لجأوا إلى الله وعادوا إليه. روى سعيد بن منصور في سننه أن ابن عباس رضي الله عنهما نعي إليه أخوه وهو في السفر فاسترجع، ثم تنحى عن الطريق فأناخ راحلته، ثم قام يصلي فصلى لله ركعتين فأطال فيهما الجلوس، ثم قام يمشي إلى راحلته وهو يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وروى أبو الفرج بن الجوزي في عيون الحكايات قال: روى الأصمعي فقال: خرجت أنا وصديق لي إلى البادية فضللنا الطريق، فإذا نحن بخيمة عن يمين الطريق فقصدناها فسلمنا، فإذا امرأة ترد علينا السلام قالت: ما أنتم؟
قال: قلنا قوم ضالون عن الطريق أتيناكم فأنسنا بكم، فقالت: يا هؤلاء ولوا وجوهكم عني حتى أقضي من حقكم ما أنتم له أهل. قال: ففعلنا. ثم ألقت إلينا فراشا وقالت: اجلسوا عليه إلى أن يأتي ابني. ثم جعلت ترفع طرف الخيمة وتنظر في العائدين، ثم قالت: أسأل الله بركة هذا المقبل، أما البعير فبعير ابني، وأما الراكب فليس بابني. ثم وقف الراكب عليها فقال: يا أم عقيل، أعظم الله أجرك في عقيل. قالت: ويحك، أما تبني؟ قال: نعم. قالت: وما سبب موته؟ قال: ازدحمت عليه الإبل فرمت به في البئر. فقالت: انزل فاقضي ذمام القوم. ودفعت إليه كبشا فذبحه وأصلحه وقربه إلينا، فجعلنا نأكل ونتعجب من صبرها. فلما فرغنا خرجت إلينا وقد لبست حجابها، فقالت: يا هؤلاء، هل فيكم من أحد يحسن من كتاب الله شيئا؟ قال الأصمعي: فقلت: نعم. قالت: اقرأ علي من كتاب الله آيات أتعزى بها. قال: فقلت: يا أمة الله، يقول الله عز وجل: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فقالت: أبالله عليك، إنها لفي كتاب الله هكذا؟ قال: فقلت: والله إنها لفي كتاب الله هكذا. قالت: السلام عليكم. ثم قامت وصفت قدميها وصلت ركعات، ثم قالت: إنا لله وإنا إليه راجعون، عند الله أحتسب عقيلا، عند الله أحتسب عقيلا، عند الله أحتسب عقيلا. ثم قالت: اللهم إني فعلت ما أمرتني فأنجز لي ما وعدتني. لقد فعلت المطلوب منها، فلا غرو أن ينجز الله لها ما وعدها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.